السلام عليكم أصدقائي، غادي نهضر لكم على الفيضان وأمطار غزيرة خاص بعض المدن في المغرب. مع الأسف الشديد اكتشفنا أقوى فيضان، أقوى عاصفة رعدية هاجمات على طاطا، على زاكورة، ورزازات، الرشيدية، سمانه، عفوا تمنرت، هذه المنطقه تمنرت ماشي تمنرت، تمنرت هذه المناطق هاجمت عليهم عاصفه رعديه. والله يرحم الموتى اللي توفوا سبب عواصف رعديه وهجم عليهم الواد وداهم الواد ومشاو عند الله. وهذا المكان اللي مشاو ليه كاع الناس غادي يمشيو ليه، ديك البلاصه مشاو هاد الناس اللي توفوا في الواد حتى احنا غاديين ليه، غيب النوبه، كل واحد توصل الوقت ديالو يزيد، الى كمل الاجال ما تزيد حتى جوج دقائق. السلام عليكم، كل شيء ديال الله، ما يبقاش فيكم الحال. باش نكون واقعيين، فيضان ديال الله، عاصفه رعديه ديال سيدي ربي، امطار غزيره ديال سيدي ربي. ايوا اش غادي نقول لكم، قدر الله وما شاء وما فعل. اذا حالات الطقس علمت الناس تقريبا قبل 4 ايام ولا 5 ايام، تقريبا 5 ايام اكتشفنا في حاله الطقس بانه غادي تكون اقوى عاصفه رعديه في ورزازات، تنغير، زاكورة، طاطا، ربما حتى الصحراء المغربيه ذكروها، اساس زاك، هذه المنطقه ديال اساس زاك حتى هو شاهد بعض العاصفه رعديه. ولكن الحدث اللي خطير وقع خاص في اقليم طاطا والنواحي ديال طاطا وتمانرت والمنطقه ديال ورزازات، وهذا الشيء ديجا هضرنا عليه، قلنا لكم بانه راه ممكن تكون عاصفه رعديه في شهر سعود، تكون عاصفه رعديه قويه. وحاليا كنحذركم بانه راه عاصفه رعديه جايه، باقي راه شفتوا شنو واقع في طاطا، حذاري ثم حذاري، العقل السليم في الجسم السليم. هذه العاصفه رعديه وهذا الفيضان ديال الصيف، خالي وقت الشتاء اللي كتستمر عاصفه رعديه مده اسبوع، مده يومين، مده 3 ايام، 4 ايام. اما هذه ديال العاصفه الرعديه ديال الصيف عندها توقيت، كتنزل مع 3 ولا 4 ولا 5 فقط، من بعد 6 كيكون الاوديه، 8 كيدوزوا الويدان كيساليو صافي. هذه وقت عفوا امطار غزيره ديال 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 الصيف. نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى العقل السليم في الجسم السليم، وردوا بالكم، الله يرحم لكم الوالدين، ردوا بالكم. كتشوفوا بزاف ديال الناس، اكتشفنا واحد الشخص كيعوم في الواد في زاكورة، ادار البوس في المواقع الاجتماعية كيعوم وسط الواد. واش دخلنا عليكم بالله؟ واش الناس كتعوم في الواد؟ واش عمركم شفتي شي واحد كيعوم في الواد والواد غادي؟ هو ارتفاع درجه الحراره والسخونيه، تعطرت عليه هذيك السخونيه، ومن بعد قال لك هذه فرصتي الواد جا نعوم. اذا ملي كيعوم في الواد لقى واحد الراحه رائعه جدا ملي كيعوم في الواد، ولكن راه خطر، باش نكونوا واضحين. بعض الناس يقولوا لا راه الواد عادي، راه ممكن الواد يتزاد. راه شفنا الماضي في تارودانت، شفتوا الكارثه اللي وقعت في تارودانت، الملعب ديال تارودانت اشنو واقع؟ شي وحدين قال لك حكا انا غليت تكمينا كيسن زيزو، اوا كنا راه داك تصور عرض الزرب تقصد مياك، بدا كيقولوا لي واه يا تاوي ها الناس فيش كاد والو، اوا كيتبرعوا بحال الا راكبين وتزاد الواد، ومن بعد دخلت هذيك الدار ومشاو. السلام عليكم. هاد الناس لو كان عندهم العقل يقول لك لا، ونقولوا المكتاب والقدر هو هذاك، القدر ديالهم هي هذيك، هاد الفيضان وامطار غزيره ديال سيدي ربي، ماشي ديال شي حد، ديال الله سبحانه وتعالى. وهاد الناس اللي توفوا خاص في هاد الفيضان ديال اقليم طاطا والنواحي ديال طاطا والنواحي ديال تيزنيت، الله يرحمهم. وفي نفس الوقت اكثر غلط داروه الناس هو الناس اللي ساكنين جنب الواد، بناو الديور جنب الواد. وتخلنا عليكم بالله، واش عندكم شي عقل؟ اش كيقول؟ واش عندك؟ شنو كاين في عقلك؟ البطيخ؟ لا الدلاع، الا السويهله واقيلا، شنو عندكم في العقل؟ وانت باني الدار حدا الواد،
راه هذاك الواد ملي غادي يهاجم يجي قوي كيقول لك حقا واي سكاس في سكاس اسي فادر جيت وياني ميك اي غيادي نقي ورا ديال كموالو ايوا ها هو دابا ملي تنزل عاصفه رعديه 300 مليمتر ولا 400 مليمتر تشوف اكثر من هكاك باش نكون واقعي راه الواد هذاك راه الواد اقسم بالله الواد راه ما ظلم حتى شي واحد بلاصتو هذيك باش نكون واضح الواد بلاصتو هذيك ملي كيجي حامل وكيهاجم اي حاجه لقاها كيديها يدي السيارات يدي الناس يدي المنازل يدي البهايم يدي الشجاري يدي النخال اي حاجه لقاها كيديها حيت المكان ديالو هذاك باش نكون واقعي حذاري ثم حذاري العقل سليم في الجسم السليم الله يرحم لكم والدين ردوا بالكم راه شفتوا هاد الكارثه اللي وقعت خاص في طاطا وديجا في الماضي شفتوا شنو واقع في ساروداد وهضرنا وبدا كننصحوا والو الناس باقي تالقينها في الله ها نتوما عاوتاني شفتوا شنو واقع في طاطا في تمانرت حتى هي شفتوا شنو واقع فيها وغدوا اللي بتغدى عاوتاني ميديلت ولا من بعد الشمال ولا تطوان ولا شفشاون ولا شي منطقه اخرى حذاري ثم حذاري حاليا راه غير باقي ما وصلنا وقت الشتاء ما وقت الشتاء راه ممكن تكون عاصفه رعديه مجهده اكثر من هكا اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى يدير الله شي تياول ديال الخير وكاع الناس اللي توفوا لهم خاص في هذا الفيضان الصبر باش نكونوا واضحين قدر الله ما شاء وما فعل لا يصيبكم الا ما كاتب لكم وما غاديش تصابوا الا داكشي اللي مكتب لكم لا تتلقوا انفسكم الى فين الى التهلكه بلاصه تهلك ما تمشي ليها الله سبحانه وتعالى قال لك المكتب ولكن ما تمشيش للتهلكه خصك ترد البال راه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كيوصلنا كيقول لك الحذر راه واخا كلشي ديال الله كلشي بالمكتب ولكن الحذر باش يكون واقعي واجب الحذر واش تفهمنا ولا ما تفهمناش خصكم تردوا بالكم من هذا الفيضان وهذا السيول حيت هذا الفيضان اللي واقع في طاطا نقولوا مكتب حيت بعد الناس لو كانوا ربما حتى اجنبيين جوج اجنبيين واقيلا حتى هما داهم الواد مع الاسف الشديد اذا الحياه هكا اللي دايره الحياه مع الاسف الشديد قصيره بزاف حنا ما ضامنين تا غدا ما ضامنينش تا اسبوع ما ضامنين تا ما كيضمن هو الله باش نكون واضحين دابا كاينين بعد الناس كيقول لك وتعيش بعدا اليوم وعيش حياتك هاد اللحظات اليوم وغدا يدير الله التاوي حيت الضمن هو الله ما كاينش شي حاجه مضمونه حتى لغدا حيت الا نعستي يقدر تفيق يقدر ما تفيق الا سافرتي يقدر ترجع ولا ما ترجعش اي حاجه درتيها ممكن توفق فيها ممكن تفشل فيها ممكن اذا الحياه هكا اللي دايره وهادشي اللي كاين اخوتي نتمنى الاعجاب ديالكم اشترك في القناه تفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد وفي نفس الوقت كنعتذروا لكم ما مشينا لكمش لهاد المنطقه ديال طاطا حيت راكم عارفين ما عندناش امكانيات واذا بغيتي تمشي تصور هاد الفيضان خصك السياره خصك ميزانيه باش نكون واضح خصك ميزانيه باش تصور الواد كيلومترات كثيره وفي نفس الوقت راكم عارفين الطريق مقطوعه وبزاف ديال المشاكل وقررت باش ندير لكم هذا الموضوع ونهضروا على الفيضان ديال طاطا والنوح ديال طاطا وديك الساعه يدير الله التاويل ان شاء الله بحول الله تحياتي اكادير المغرب.